من حيث المبدأ أن مستثمرا يملك. وعند بدي محاضرة لمجموعة شباب من الشركات، فواحد بيقول الشركة اللي أنا فيها دي بتكسب كتير قوي، وكأنه المطلوب أن المستثمر يجي ويخسر كتير قوي. يعني حتى في فهم أنه المفروض يكسب حاجة تانية، المستثمر جاي عشان يكسب، وأنا لازم ممكنه أنه يكسب وممكنه أنه يحول جانبه من هذه الأرباح إلى حيث مستقره، وأشجعه بحوافز أخرى أن جزء من الأرباح يعيد استثماره يوم يكبر. دي موجودة في كل القوانين، إنما ما فيش في الدنيا حد يقول المستثمر بيكسب كتير لازم نحدد من مكاسبه. عاوز حد مكاسبه أعمل له منافسة وأجيب حد زيه ينتج في نفس الصناعة ده، معلش. لكن إذا اللي عاوز أوصله لحضرتك وللسادة المشاهدين إن مشكلتي مش القانون، مشكلتي المناخ العام زائد البيروقراطية، لأن رغم كل هذه القوانين أنا بيكلمني حد ما أعرفوش من الخليج وقال أنا عندي مشكلة بعد ما خدت الأرض وقيل لي هذه الأرض تصلح للبناء عليها بالشروط الفلانيه، جه موظف وقال له لا. ما هو احنا عشان كده تم تفعيل، فهل معقول كل مستثمر عشان المشكلات او الحالات اللي زي دي؟ يعني هي دي فكده القوانين بقى هنا اهميه القوانين تكون حاسمه وواضحه وضوح الشمس. طبعا لان المستثمر ده بيقول لي طب انا اكلم مين؟ وانا بدي ادور له على حد يستمع اليه ليستمع الى هذه الشكوى. هنا جت اهميه الاقتراح اللي يبقى فيه لجان لفض المنازعات. صحيح. اللي اتكلمت عنها من يومين وزيره الاستثمار. طيب.